بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أقدم إليكم اليوم هذا الدرس والمتمثل في عملية إصلاح مكان الشحن الخاص بالحاسوب المحمول من نوع أسير أسبير 5742 جي 484 جي 32 أم أن كاكا. هذا الحاسوب كما تلاحظون الشاحن موصول بالحاسوب ولا نلاحظ مكان الشحن. كذلك هنا بالنسبة لوضع البطارية نلاحظ أنه يشتغل فقط بالبطارية ولا نلاحظ الشحن بالنسبة للبطارية. لحل هذه المشكلة أول شيء يجب فحص الشاحن. لفحص الشاحن بعد وصل الشاحن بالتيار نضع جهاز الأفومتر على وضع الفولتية 20، ثم نأخذ إبرة ونضعها في داخل الشاحن، ثم نضع أحد الأقطاب في الجهة الخارجية وهو القطب السالب، والقطب الثاني نضعه على الإبرة بهذا الشكل. نلاحظ أن الفولتية هي 19.4، إذن الشاحن سليم. بقي الخلل في مكان الشحن، وكما تلاحظون نلاحظ هنا هذا التفكك في أن مكان الشحن يتحرك وأن هذا الجزء من الحاسوب مرفوع. إذن نقوم الآن بفك الحاسوب و التطلع على الجهة الداخلية للحاسوب وإصلاحها. نبدأ الآن في عملية التفكيك لإصلاح مكان الشحن. بعد نزع اللوحة الأم وتنظيفها نجد أسفلها كما قلنا هذه الفلاتة والمتصلة بمكان الشحن، وكما قلت سابقا فإن هناك تقطع في السلك السالب والموصول في هذا الجزء من مكان الشحن. وبالتقريب أكثر نلاحظ الخيطين أو السلكين باللون الأسود، هذا السلك وهذا السلك. هذين السلكين مكانهما هو في هذا المكان من مكان الشحن، يجب تعرية السلكين وتلحيمهما في هذا المكان لكي يصبح الحاسوب يشحن البطارية بصفة عادية. إذن سبب الخلل هو تقطع هذين الخيطين أو السلكين، إذن يجب وضع هذين السلكين في مكانهما وهو هذا المكان. أقوم الآن بعملية التلحيم. قمت الآن بتعرية السلكين الأسودين، نقوم الآن بعملية التلحيم. كملاحظة نستطيع ضم السلكين معا في سلك واحد أو تلحيمهما معا لأنهما يمثلان القطب السالب. ونعمل الآن على تلحيمهما جيدا في الجهة المبينة. الآن بعد عملية التلحيم كما تلاحظون نلاحظ أن السلكين الأسودين منحمان في هذه الجهة. كملاحظة يجب أن يكون التلحيم
بعيد عن السلك الأحمر في المنتصف. نعمل الآن على تركيب هذا الجزء في الحاسوب وتثبيته. بعد عملية التلحيم نضع مكان الشحن في مكانه وكذلك الفلاتة ونقوم بتركيب باقي القطع. نبدأ بتركيب الفلاتة في مكانها في اللوحة الأم، ثم نقوم بإدخال اللوحة الأم في مكانها. نستطيع استعمال أعواد السيليكون بعد تسخينها لتثبيت مكان الشحن بهذا الشكل، وذلك يحافظ على سلامة الأسلاك فيما بعد حتى لا تتقطع. الآن نلاحظ أن مكان الشحن لا يتحرك كما كان في السابق. نقوم بتركيب الحزم والفلاتات التي نزعناها من قبل وكذلك البراغي. نقوم أيضا بإرجاع القرص الصلب إلى مكانه. نقوم أيضا بإعادة الغطاء الخارجي ثم تثبيت حزمة الفأرة وحزمة الباور. بعد تثبيت الحزمتين نقوم بتركيب البراغي وتثبيتها. بعد تثبيت جميع البراغي نقوم بتركيب حزمة لوحة المفاتيح في مكانها. بهذا الشكل برفع الغطاء ثم إدخال الحزمة ثم إدخال الغطاء لتثبيت الحزمة، ثم نقوم بوضع لوحة المفاتيح بهذا الشكل من الجهة السفلية، ثم نقوم بالضغط على جميع الجوانب. نقوم الآن بغلق الشاشة وقلب الحاسوب وتركيب القرص الصلب. وكذلك الرام الأولى وكذلك الرام الثانية. ثم نقوم بتركيب كارت الويفي بهذا الشكل وتثبيتها ببرغي في هذا المكان بهذا الشكل، ونعمل على تثبيت الأسلاك في مكانها في كارت الويفي بالضغط على السلك الأبيض في الجهة العلوية والسلك الأسود في الجهة السفلية بهذا الشكل. نقوم الآن بتثبيت باقي البراغي. بعد تثبيت هذين البرغيين نقوم الآن بغلق الغطاء وتثبيت هذا البرغي وهذا البرغي وباقي البراغي في الحاسوب. الآن بعد تثبيت جميع البراغي نقوم بإعادة البطارية إلى مكانها. الآن بعد إصلاح مكان الشحن الخاص بالحاسوب، ها هي النتيجة. بعد غلق الحاسوب نضع الآن الشاحن في مكانه. كما تلاحظون نلاحظ أن الحاسوب الآن يشحن، والسبب في عدم الشحن هو تقطع السلكين. نذهب الآن إلى الخانة وكما تلاحظون تكتب 65% disponible branché en charge، وذهاب
الخطأ السابق وهو عدم الشحن. هذا كل ما في الدرس. إن أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة ووضع بارتاج لهذا الفيديو، وشكراً.